فرحة في الأراضي الفلسطينية من غزة إلى الضفة الغربية باتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بواسطة مصرية رغم الثمن الباهظ الذي دفعته غزة خلال 50 يوما من الحرب. اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين دخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة 7 من مساء الثلاثاء حسب التوقيت المحلي. وقد أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري التوصل إلى هذا الاتفاق. وقال أبو زهري إن المقاومة حققت أغلب مطالبها ووجه رسالة إلى الإسرائيليين قائلا: اليوم نقول للإسرائيليين بعد دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ بإمكانكم أن تعودوا إلى بيوتكم بقرار من حماس وليس بقرار من نتنياهو. الطرف الإسرائيلي أكد خبر التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار معتبرا أن حماس قابلت ما رفضته قبل شهر. لماذا حماس قبلت اليوم المبادرة المصرية ذاتها التي رفضتها قبل شهر؟ كان يمكن تفادي سفك الكثير من الدماء. الاتفاق الذي ساهم في إنجازه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ودولة قطر حسب محمود عباس يفترض فتح جميع المعابر في غزة والشروع في إعادة الإعمار في انتظار التفاوض خلال شهر حول الميناء والمطار والأسرى.